اهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون اليوم السابع. احنا معاكم من محافظه الاقصر من امام مجمع خدمات المواطنين في قريه عصفون، احدى قرى حياه كريمه، المبادره الرئاسيه اللي بتدعم قرى الريف المصري في مختلف ارجاء جمهوريه مصر العربيه. المبادره هنا بتعمل في مدينتي اسنا وارمنت في المرحله الاولى. احنا موجودين في قريه عصفون التابعه لمدينه اسنا. هنكون معاكم في لايف جوله مميزه داخل مجمع الخدمات المواطنين بالقرية. المجمع تم الانتهاء من عمليات العمل فيه تماما، وحاليا في مرحلة التجهيز للافتتاح خلال الأيام المقبلة. المجمع طبعا بيضم عدد من المباني وعدد من الخدمات التي تقدم للمواطنين من أبناء قرية عصفون، واحدة من أكبر قرى محافظة الأقصر، قرى ذات يعني قرية ذات كثافة سكانية عالية وعدد كبير من المواطنين. هتخدمها هذا المجمع في كافة خدماتهم اليومية وكافة أمورهم على مدار الساعة. ده واحد من المشروعات القومية المميزة ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة الأقصر. هنكون معكم في جولة داخل المجمع ونتابع تفاصيل العمل ونلتقي بالمهندسين داخل المجمع. طبعا زي ما قلنا، مجمع خدمات المواطنين أحد أهم المشروعات القومية اللي بتتم ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة الأقصر، وإحنا حاليا في قرية عصفون. هنكون معاكم في جولة داخل المجمع وهنلتقي بعدد من أبناء القرية يكلمونا أكثر عن العمل. السلام عليكم. السلام. عرفنا بنفسك يا كبير. أنا مصطفى السايح، أخو المهندس خالد السايح، صاحب شركة اللي قائم على المبنى. كلمنا طبعا الشغل، المشروع هنا استمر فيه الشغل قد إيه؟ والله احنا استلمنا الشغل 25/7 كبدء عمل. تمام. والحمد لله انجزنا المشروع، ودلوقتي زي ما حضرتك شايف المشروع هذه في المرحله النهائيه ومنتظرين التسليم ان شاء الله. ان شاء الله. طب كلمنا يا فندم عن تفاصيل المبنى هنا، بيخدم اهالي قريه عصفون، الخدمات اللي هيقدمها خلال الفتره المقبله. والله ان شاء الله باذن الله المبنى فيه خمس خدمات، اللي هو المركز التكنولوجي ده لزوم المواطنين، عندك شهر عقاري، عندك بريد، عندك الوحده المحليه. بالتوفيق. المبنى بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم. الله يسعدك. هنكمل معاكم مشاهدينا في جوله داخل مجمع الخدمات في قريه عصفون. مهندس يزدي يوسف، هنتكلم النهارده على المركز الخدمي بقرية عصفون. المبنى تقريبا مساحته 450 متر، تم الاستلام موقع في 1/8، وان شاء الله احنا مخلصين برضو من اسبوع فات كده، وجاهزين على التسليم. واحنا برضو المجمع الوحيد في مركز اسنا اللي هو جاهز على التسليم ان شاء الله. احنا برضه مستلمين الموقع متاخرين، بس بسرعه الانجاز خلصنا الموقع. مساحه المبنى بتتكون من 450 متر مسطح تقريبا، مكون من ثلاث ادوار. الدور الارضي مركز تكنولوجي، الدور الاول علوي بيحتوي على شهر عقاري وسجل مدني ومكتب بريد ومكتب تمويل، والثاني علوي بيحتوي على تضامن ومجلس ووحده محليه، مجلس مدينه. والشغل طبعا بيتكلم عن نفسه زي ما انتم شايفين حضراتكم، التشطيبات عاليه ازاي، والرخام والجرانيت والجبسون برضه التشطيبات. بالتوفيق ان شاء الله يا فندم. شكرا لحضرتك، شرفتنا ونورتنا في فيديونا اليوم السابع. شكرا. شكرا ليك يا فندم.
نلتقي معكم مشاهدينا بأحد رجال العمل هنا في مبنى مجمع خدمات المواطنين في قرية أصفون. هيكلمنا أكثر عن تفاصيل الشغل والعمل الهندسي على مدار الشهور الماضية. تفضل يا فندم، عرفنا بنفسك. السلام عليكم، معكم مهندس مصطفى إبراهيم، مهندس تنفيذي تبع شركة شبه الجزيرة. معنا مجمع خدمات أصفون. المجمع عبارة عن 3 أدوار: الدور الأرضي مركز تكنولوجي ويوجد به الخزنة الموظفين، والدور الأول العلوي الشهر العقاري والمجلس التضامن، تمام، وعبارة عن 4 مكاتب يعني، تمام. والدور اللي فوق الثاني العلوي في مقسم 3 مكاتب: سجل مدني، تمام، مكتب تموين ومكتب بريد، تمام. مساحة المبنى تقريبا 450 متر. برضو يعني احنا الحمد لله كنا مستلمين الموقع ده بعد المواقع الثانية بشهرين. الحمد لله دلوقتي احنا مقدمين قطع استلام من قبل الناس، الحمد لله يعني اللي هو الفينيش ان شاء الله يعني. ما شاء الله عليكم، بالتوفيق يا باشمهندس. ان شاء الله، شكرا لك يا باشمهندس.